الله الرحمن الرحيم 30/3/2012 طبعا نحن موجودين بحياة في احدى احياء حمص قديمين في حي القادية. منذ ما الذي جرى لهذه المنازل محلات تجارية صارت تصف العشوائي. انظروا الى هذا المحل. انظروا الى هذا المنزل. الذي قصف الدبابات 72 والهاويات والهجمات الصواريخ. وطبعا وجد هذا المحل التجاري الاخر الذي قصف. شيء لا يصدق الذي يجري هنا. القصف علينا 24 ساعة منذ 19 يوم لن يتوقف القصف علينا، والقصف مستمر. الله اكبر، دمار هذه الاحياء خمسة قديمة. طبعا القصف مستمر وما زال القصف علينا مستمر. انظر لهذا المنزل الذي تضرر من القصف. انظر لهذا المنزل. شيء لا يصدق الذي يجري هنا. هيا حمص قديمي. القصف 24 ساعة. الله اكبر، الله اكبر. هيا حمص قديمي. شيء لا يصدق الذي يجري هنا. القمامة السوداء منذ 19 يوم في سماعنا ولن تذهب، لن ترحل عن سماعنا. الله أكبر، دمار هائل. هائل أحياء حمص القديمة، دمار هائل. سماعنا السوداء، سماعنا السوداء، والقصف علينا مستمر. القصف 24 ساعة. القصف 24 ساعة كما ترون الآن. نحن موجودون تحت القصف نصور من أجل أن ننقل الحقيقة إلى العالم أجمع. الله أكبر، الله أكبر. شيء لا يصدق الذي يجري هنا، شيء لا يصدق الذي يجري هنا. القصف 24 ساعة. الله أكبر. جميع الآن تعرضون للخطر. الرجال الكبار الصغار كل شيء معرض للخطر، حتى مركوب السيارات الدراجات.